شوف الحاجه اللي تفاجئنا منها انه الزبون اللي جاي يكتشف وجاي يشوف بعينه الخدمات النوعيه ومستوى الخدمات اللي لحقنا لها وباش غيرنا الصوره النمطيه اللي كانت على السياحه الداخليه باش نشجعوا السياحه الداخليه لان المواطن الجزائري بعد كورونا اكتسب واحد الثقافه اللي هي ثقافه سياحيه ولا المواطن ولات العائله الجزائريه اكزيجونت ولات العائله الجزائريه متطلبه لازم ترفع من مستوى الخدمات باش تلقى الاقبال. الحمد لله يا ربي لقينا والتمسنا هذا الشيء من العائله الجزائريه انه يخرج مور الفطور باش يغير الاجواء وين يجي احنا حبينا نرسخوا الثقافه انه هذيك الصوره اللي كانت من قبل واللي بدلناها انه السات مقصد العائله الجزائريه هذه الاولى السات تكون مركب السياحي القريه تي بازا فيلاج يكون مقصد للعائله الجزائريه هذه هدف اولي ونغيروا الصوره اللي كانت عليها من قبل. لوجوتي تي بازا رفع التحدي انه هذا رمضان باذن الله الكريم يكون ناجح 100% لانه السنوات اللي فاتت من ما يخفش علينا انه السات ولا المركب اول مره يفتح في رمضان واول تجربه لينا وكانت تجربه ناجحه ونحن نفتخروا بها ونتمنوا باذن الله الكريم تستمر الى غايه نهايه رمضان اللي نحتفلوا فيها كامل وباش يعيش الزبون ويعيش المواطن اللي يدخل السات يعيش اجواء رمضانيه. وجدنا لهم موائد افطار على 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 الشواطئ هذه تجربه فريده وافطار على الهواء الطلق موائد افطار على الهواء الطلق هذه تجربه نفتخروا بالتميز لحقنا وين تميزنا بها على المستوى الوطني هذه حاجه نفتخروا بها. وبالنسبه للبرامج الاطاره سطرت برنامج ثري في سهرات رمضان عندنا فرق غناء شعبي اناشيد وعندنا برنامج ثري للعائله الجزائريه ورايحين تكتشفوه معنا بعد قليل ورايحين تعيشوه معنا الى غايه الى 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 غايه نهايه رمضان باذن الله الكريم. دير تود تتمنى لكم رمضان كريم. زاير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.